نشرة الأخبار من الميادين وأبرز ما فيها. الميادين ترصد القصف التركي لمدينة راجع بعفرين ومقتل جندي تركي في المعارك المستمرة مع وحدات حماية الشعب. طفل يختزل مآسي الهجمات التركية، نزح جريحا من قريته واستهدف مجددا في راجو حيث لقي حتفه. مقتل مستوطن في عملية طعن شمال الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تقتحم قرية برقين وتنفذ حملة مداهمات بحثا عن المنفذ. الحكومة العراقية تؤكد بدء سحب القوات الأمريكية من البلاد بعد الانتصار على داعش مع بقاء عدد من المدربين. أهلا بكم. يواصل الجيش التركي قصفه المدفعي والجوي العنيف لمدينة راجو شمال غرب عفرين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتضرر عدد كبير من المنازل. مراسل الميادين أفاد بأن معظم قرى شمال عفرين الحدودية مع تركيا باتت مناطق اشتباك بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب، فيما أعلن الجيش التركي مقتل جندي من قواته في هجوم بقذيفة هاون خلال عمليات غصن الزيتون. خلال تغطية فريق الميادين للعمليات العسكرية في مدينة راجو شمال غرب عفرين، سقطت قذائف تركية قرب المنطقة التي يقف فيها فريق الميادين، وهي منطقة سكنية يقيم فيها مدنيون. نعم، هي قصف بدأ هذا القصف يقترب يعني من هذه المنطقة، وعلى ما يبدو بأنه استهدف أطراف هذه الضيعة. انظر هونيك، شفت وينها كل هذه القذائف المدفعية بالتحديد، وليست قذائف طائرات. استهدفت المنزل هذا في القرية، قرية راجو، وبالتالي يعني تقترب أكثر فأكثر القذائف المدفعية من ناحية الشرق كما ترين. يعني هذه منازل مدنية، وأقول بأننا قريبين جدا من مركز، من مكان سقوط القذيفة، وهناك مدنيين بالفعل يعني هنا في هذه الشوارع بدأوا يرقدون بعيدا عن مكان القصف. مراسلنا علي مرتضى عد تقريرا يتناول قصة نزوح عائلة من قريتها إلى عفرين تفاديا للضربات الجوية التركية، فكانت صواريخ الطائرات التركية بانتظارها لتخطف حياة ابنها الوحيد. تقرير علي مرتضى. هذه العائلة حاولت الفرار من أتون الحرب التركية على عفرين، لم يجد الفرار نفعا، فهذه العائلة منذورة للمآسي والتحديات. نزحت أصلا من قريتها في ناحية راجو تحت عصف الغارات التركية، واتجهت إلى عفرين حيث استقرت، لكن صواريخ طائرات F-16 التركية كانت بانتظارها لتكتمل المأساة. وفي عائلة عندنا هنيك كانوا ساكنين بالجلمة، نسحوا من الجلمة من تحت ضرب الطيران والقصف، اجوا على أساس أنه عفرين آمنة. اجوا هالمرة صار يضرب بالطيران عفرين، هلك عفرين بالطيران، وقصف عشوائي، والضرب كله عمال يجي على المدنية، غير المدنية ما عمال يضرب حدا. دموع هذه الأم عجزت عن إنقاذ حياة وحيدها. هنا كان يرقد بعد تلقيه العلاج، إلا أن شظايا الصواريخ التركية اخترقت شرايين رقبته النحيفة وألحقته بركب الشهداء. لا أكيد ولا أكيد شو كم كاكو ولا صاير وصاير، أنا ما بعرف، ما شفت حدا، ما شفت مرة جاني ضرب، والله ما بعرف. خبر العالم شو صار معي. أوني. كون هذا إنك فقوري على صعدة لم يستطع أطباء مشفى عفرين أن ينقذوا الطفل من براثين الموت الذي حملته الطائرات التركية من دون تمييز بين براءة الطفولة والأهداف العسكرية، ولم يبقى للمدنيين هنا غير هذه الدموع التي لم توقف مسار حرب عبثية فرضت على السوريين في عفرين. قد يكون هذا الطفل الشهيد أحد أقرباء المسلحين الذين يشاركون تركيا في هجومها على عفرين، وقد يبرر قتل الأطفال بخطأ تقني بحسب تركيا، ولكن ما الذي يبرر استمرار عملية عسكرية من المفترض أن تكون خاطفة بحسب أنقرة؟
إلا أنها تراوح مكانها. علي مرتضى، عفرين، الميادين. هذا وناشد الهلال الأحمر في راجو والمجتمع الدولي التدخل لوقف القصف التركي على المدينة. مراسل الميادين أكد تعرض مركز الهلال الأحمر في راجو لقصف متكرر من المدفعية التركية. اللي عم بيصير انه هلا بما تقول لك قانون الدولي الهلال الاحمر عم نتعرض للقصف. كم مره صار انقصفتوا؟ فوق ال 20 قصيفه من المدفعيه التركيه صارت عم توصلنا اليوم. هذه اليوم بس؟ اليوم بس. هاي المنطقه معروفه، حتى نحن رافعين علم الهلال الاحمر الكردي هون، ما زالك متى بتسمعوا القصف شغال حاليا علينا. يعني نحن هون جاي من منطقه الجزيره اللي نحمي المدنيين بعفرين، وقذائف الدوله التركيه ما تخلينا لا نسعف المدنيين ولا نفوت بين المدنيين ناخذ الجرحى. يمكن هلا في جرحى بمنطقتنا ما نقدر نروح نشيل الجرحى. ايه نحن من امبارح بالليل عم نتعرض للقصف، يعني حتى بالليل ما ننام. من امبارح نحن حاسين انه في علينا ضرب، انه القذائف عم مستهدفه مبنى الهلال الاحمر، المركز اللي عم يعالج المدنيين، المركز اللي جاي ليحمي المدنيين. بس مع الاسف من امبارح ولليوم الصبح القذائف حوالينا وعلينا. ومعنا عبر الهاتف من عين عيسى في الرقة مدير المكتب الإعلامي لقصد مصطفى بالي. سيد بالي، أهلا بك. بداية، برغم البطء في هذه العملية العسكرية أو هذا الهجوم التركي على عفرين، إلا أن القوات التركية تؤكد بأنها استطاعت أن تتقدم في عدة محاور عبر قواتها وعبر المجموعات المسلحة. كيف تبدو المعركة في تلك المنطقة؟ وهل هناك يعني حسابات اختلفت عن الحسابات التي وضعتها تركيا قبل البدء بهذا الهجوم؟ نعم، مرحبا بكم وبمشاهديكم. طبعا نحن الآن نتحدث بعد مضي أسبوعين من بداية الغزو التركي بالتحالف مع تنظيم القاعدة والفصائل الجهادية. نتحدث عن 16 يوم من هجوم يقوم به جيش قوامه في هذه العملية فقط 45 ألف مقاتل، مدجج بأحدث تقنيات الأسلحة تحت غطاء جوي بأحدث أنواع الطائرات ضد شعب يدافع عن مدنه وقراه، شعب شبه أعزل بأسلحة بسيطة جدا يمكن أن نسميها بالأسلحة الفردية. التصريحات التركية متناقضة فيما يتحدث الأتراك على مستوى رئاسة الدولة ورجال الدولة عن نصر وهمي يحاولون أن يقنعوا بهم الرأي العام التركي. في جهة أخرى يتحدثون عن 16 قرية تم السيطرة عليها وفق الدعاية التركية أو وفق ما تدعيه أجهزة الإعلام التركية. 16 يوم جيش قوامه 45 ألف مقاتل، أحدث أنواع الدبابات والمدرعات، أحدث أنواع الطائرات، ونتحدث عن 16 قرية هي قرى المحيط أو القرى الحدودية في النقطة صفر من حدود عفرين. وهذه القرى ليست مسيطر عليها كما يدعي الجانب التركي، إنما هي ساحات قتال لقواتنا ضد جيوش ضد جيش الغزو التركي ومرتزقة وإرهابي تنظيم القاعدة. إذن إذا شفنا أن مساحة إقليم عفرين، مقاطعة عفرين، هو ما يعادل 3600 كيلو متر مربع، لكم أن تتخيلوا حجم 16 قرية. هذا إذا صحت الرواية التركية بسيطرتها عليها حجم مساحة هذه القرى بالقياس إلى عفرين. لذلك نحن نقول أنه بعد 16 يوم ما زالت تركيا عاجزة تماما عن أن تخطو خطوة واحدة داخل الأراضي السورية وداخل عفرين. يعني الرواية التركية تقول كما ذكرت بأنه هناك تقدم وسيطرة إنجاز التعبير على حوالي 16 قرية. الرواية من قبلكم ماذا تقول؟ نحن نقول هذه القرى التي تتحدث عنها الرواية التركية هي القرى الحدودية على الخط صفر، بمعنى أنها قرى محاذية للحدود على الجهات الأربعة لمنطقة عفرين، وهي ساحات اشتباك لقواتنا مع إرهابيي جبهة النصرة، إرهابيي تنظيم داعش وجيش الغزو التركي. بمعنى أن هذه القرى ليست قرى آمنة للأتراك كما يحاول الأتراك أن يقنعوا أنفسهم. هذا أولا. فيما إذا أراد الأتراك أن يصروا على أنها قرى مسيطرة عليها، ليكن كذلك. ما مساحة هذه القرى بالنسبة المئوية قياسا إلى عفرين؟ عن أي تقدم يتحدثون؟ طيب، هل سيكون هناك مفاجآت ربما من قبل وحدات حماية الشعب ستغير من قواعد اللعبة؟
طبعا في حروب او مقاومات الشعبيه الشامله تسقط النظريات العسكريه. المعارك لا تقاس بعدد القتلى او بعدد الخسائر في البنيه التحتيه او ما الى ذلك، انما تقاس بنتائجها. الجيش الغضب التركي عندما بدا هذا الهجوم تحدث عن 3 أيام في عمليه خاطفه للسيطره على عفرين، ثم مدد هذه الايام الثلاثه والعمليه الخاطفه الى 6 أيام. الان المحللون المرتبطون بدائره الاستخبارات التركيه يتحدثون عن جدول زمني بين 4 أشهر الى 6 أشهر. الحديث عن منتج الدفع بإدلب إلى واجهة نشرات الإخبار، تغيير المواضيع الرئيسية على النشرات الإخبارية، كلها دلائل على هروب نحو الأمام وبوادر هزيمة طيب. تركية مبكرة. طيب طيب بغض النظر يعني عن ما تقول تركيا وما يقوله الجانب الآخر وحدات الحماية، أتحدث أنا هنا عن المفاجآت. هل سيكون هناك مفاجآت جديدة من قبل وحدات حماية الشعب في مقبل الأيام؟ يعني كان هناك مفاجأة قبل أيام باستهداف دبابة تركية، وهذا شكل حقيقة مفاجأة للقوات التركية. على غرار هذه المفاجأة، هل سيكون هناك مفاجآت مستقبلا؟ نحن نتحدث عن حرب يقوم بها أهل في عفرين وقوات الديمقراطية. المفاجأة بدأت منذ اللحظة الأولى وما زالت مستمرة. ثاني أقوى قوة في حلف الناتو والمساهم في 90% من مجازر وجرائم الفصائل الإرهابية بحق الشعب السوري، والراعي الرسمي للإرهاب ما زال عاجزا منذ 16 يوم عن التقدم خطوة واحدة داخل الحدود السورية. المفاجأة أن مشروع الإخوان المسلمين الإرهابي ومشروع الثلاثية الجهادية سيسقط في عفرين مرة واحدة وإلى الأبد، وعفرين ستهدي النظر النهائي إلى كل مكونات سوريا. طيب سيد مصطفى، القصف في عفرين وفي المناطق المحيطة بها من قبل القوات التركية، هل يأتي بشكل منظم أم يأتي بشكل عشوائي؟ وهل هناك تحييد كما تقول القوات التركية للمدنيين في تلك المناطق؟ هو قصف منظم، ولكن منظم بجهة تدمير كل حي وكل متحرك وحتى ضد الجمادات. عندما تقصف عفرين عندارة كموقع أثري، إنما تركيا تريد أن تقول أو تعبر عن غلها وحقدها تجاه ماضي سوريا وكل ما يتعلق إلى هذا الماضي. عندما تقصف تركيا نازحي إدلب المقيمين في عفرين وتريد عائلات من إدلب وأعزاز، إنما تريد أن تقول كل من يلجأ إلى المناطق الآمنة هو عدو لتركيا. عندما تقصف تركيا مركز مدينة عفرين وتلحق مجازر بالمدنيين الأطفال والنساء، إنما تركيا تريد أن تقول أنها تريد إبادة كل من هو في عفرين. نقطة أخيرة، كما يقول الرئيس التركي بأن هذه الحرب لن تتوقف حتى يعود 3.5 مليون نازح سوري إلى بلادهم، هو يريد أن يقول لأهلنا في عفرين أننا سنبيدكم وسنضع مكانكم أناس نحن نتحكم بهم. مشروع الثلاثية السنية الثلاثية الجهادية يريد أردوغان أن يبني جذورها في عفرين، ولذلك نقول أن عفرين ستكون مقبرة لهذا المشروع الإرهابي. طيب تحدثت عن استهداف منظم للمدنيين سيد مصطفى بالي، هل سيكون هناك تحركا ربما على المستوى الدولي للكشف عن هذه الخروقات من قبل القوات التركية؟ لدينا الوثائق الكاملة والتداول الرسمية بأسماء الجرحى والشهداء من المدنيين، أطفال نساء شيوخ وكبار سن. واجبنا أن نقدم هذه الأسماء وهذه اللوائح إلى كل المؤسسات والجهات المعنية بذلك، لكن أعتقد أن الدولة السورية بصفتها الجهة الرسمية المخولة بفتح هكذا ملفات في المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الجهات الدولية هي التي يقع على عاتقها، ومن واجبها أن تحرك هذه القضايا في أروقة المحاكم الدولية. شكرا جزيلا لك مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقصد، كنت معنا عبر الهاتف من عين عيسى في الرقة، شكرا لك. هذا وتتواصل تظاهرات المنددة بالعملية العسكرية التركية في عفرين، حيث خرج الآلاف في مدينة عفرين رفضا للعملية، كما تظاهر العشرات في ألمانيا وبريطانيا.
تظاهر الآلاف في مدينة عفرين شمالية سوريا رفضا لعملية غصن الزيتون التركية، ورفع المتظاهرون شعارات ضد التدخل التركي في المدينة، وأخرى طالبت المجتمع الدولي بالتدخل ضد المجازر التي ترتكب بحق المدنيين. كما ردد المتظاهرون هتافات تؤكد الاستمرار في التصدي للهجوم التركي. نحن اليوم نقاوم الاحتلال التركي من موقع قوة، الشبان ينتسبون إلى وحدات الحماية الكردية لحماية عفرين والقتال في الخطوط الأمامية. اليوم لا أنظر إلى نفسي كطالبة بل كمقاتلة في صفوف مقاتلات وحدات الحماية، لأن هذه الأرض موطني وموطن أهلي وأجدادي وواجب أن أقاتل من أجلها. سندافع عن عفرين ونحمي شعبنا، لن نسمح لتركي واحد بدخول أرضنا المقدسة التي روتها دماء الشهداء، ولن نسمح للاحتلال التركي باحتلالها. في الشمال البريطاني، ورغم تصدي الشرطة للمتظاهرين الكرد، فقد واصلوا مسيرتهم الرافضة للتمدد التركي، مسقطين شخصية الرئيس التركي على شخصية زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. في ألمانيا أيضا، خرج العشرات في الشوارع منددين بالتدخل التركي في عفرين، وخرج في المقابل المؤيدون لهذه العملية. وقد حاولت الشرطة الألمانية منع تظاهرتين ما أدى إلى وقوع صدمات في الشوارع. وفي لبنان، تظاهر نحو 2000 من أبناء الجالية الكردية أمام السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت، مطالبين واشنطن بوقف العملية العسكرية التركية على عفرين. التظاهرة تأتي في إطار سلسلة احتجاجات أمام أكثر من سفارة في بيروت. تقرير ملاك خالد. مئات الكرد تدفقوا من جميع أنحاء لبنان لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت، رفضا لاستمرار العملية العسكرية التركية على عفرين. وقفة كان بارزا فيها حضور النساء، ولا سيما بعد التمثيل بجثمان المقاتلة الكردية بارين كوباني، إضافة إلى مشاركة واسعة من مختلف الشرائح العمرية. مؤسس الدولة العثمانية الجديد هو داعشي وأردوغان. آلاف الشهداء عم يروحوا على بعفرين، آلاف إعلام عم بخبي، يعني شيء فوق ما تصوروا. يعني عم رجع سلطنة عثمانية على سنة 1915، ذبحوا الأرمن، ذبحوا السريان، ذبحوا الكتالوك، ذبحوا الأكراد. كل الدواعش جبهة النصرة كلهم نجوا من حدود تركيا. لو كان حدود تركيا، لو كان سكر حدودها، ما كان في شنو، ما كان في عنا حرب. احنا هاي غصن الزيتون غصنا نحن اللي زرعنا، اجدادنا اللي زرعوه، نحن اللي تعبنا وكبرنا الزيتون. نحن لازم نسمي عمليه غصن الزيتون كاهل عفرين، كقوات سوريا الديمقراطيه، هن لازم يسموا غصن الزيتون. اتراك ما بيقدروا ياخذوا لا غصن الزيتون ولا حبه زيتون ولا تراب من ارض الزيتون. الوضع الإنساني في عفرين وصمت العالم عما يحدث في هذه المدينة السورية يغضب أهلها الذين نزحوا إلى لبنان مع بدء الأزمة في سوريا، ويرفع صوتهم عاليا ضد كل من يدير وجهه عن معاناتهم. أنا من عفرين، أنا هون وعيلتي هون، بس قلوبنا كلها تبع عفرين وروحنا بعفرين. طالب العالم تيوقفوا حد الأكراد ويوقفوا لنا الطيران اللي فوق، اللي عم بيوقف فوق عفرين، لأنه عم بيروح بين الإجرين لأبريا الطفال النسوان. هو إذا بده يقصف العسكرية الكردية أنه هو هنن بالجبهات مش بقلب المدينة، لأنه المدينة فيها مدنية. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجالية الكردية في لبنان رفعوا شعارات تقول إن عفرين ستنتصر كما انتصرت كوباني، وإن على العالم معاقبة إردوغان لا تواطؤ مع قصفه النساء والأطفال. ملك خالد، عوكر، الميادين. حرر الجيش السوري وحلفائه عددا من القرى في ريف حماه الشمالي الشرقي بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش، وذلك بالتزامن مع تواصل تقدمه شرق إدلب. تقرير يلقي الضوء. بوتيرة متسارعة يواصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم العسكرية في الجيب الذي يحاصر فيه تنظيم داعش والنصرة شمال شرق حماه. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية مستمرة شرق إدلب والسيطرة على عدد كبير من القرى والتلال التي تفصل الجيش السوري وحلفائه عن مدينة سراقب مسافة عدة كيلومترات فقط. بعد السيطرة على مدينة أبو ظهر الاستراتيجي، تم السيطرة على عدة قرى ومناطق حاكمة لقطع الطرقات عن مدينة سراقب ومعرة النعمان، وتأمين أكبر مدى موجود في أكبر مدى أمان لبلدة أبو ظهور ومطار أبو ظهور الاستراتيجي.
أكثر من 8 قرى ومزارع باتت اليوم تحت سيطرة الجيش السوري شمال شرق حما. وفي ريف حماه الشمالي الشرقي يعمل الجيش السوري على إنهاء الوجود المسلح لإعلانها منطقة آمنة. هناك حصار لعشرات البلدات والقرى تقدر بمساحتها بحوالي 1200 كيلومتر، مسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، كل من جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي. العمليات ترافقت مع تقدم الجيش السوري شرق إدلب وصولا إلى تل التوقان بعد سيطرته على بلدات أبو الدهور والحسينية والبراغيث ومغارة ميرتا ومسعدة والطويحنية وتل السلطان. أكيد الأهمية الاستراتيجية مهمة جدا، كون الطريق الواصل ما بين سراقب وبين أبو الدهور يصل البادية السورية في سراقب، ووصول إلى سراقب يعني وصولنا إلى معرة النعمان اللي هي في الاستيراد الدولي اللي معروف من حلب إلى دمشق. سيطرة الجيش السوري على مناطق شمال شرق حماه وشرق إدلب وجنوبها لها أهمية عسكرية استراتيجية اتسمت بربط الأرياف الثلاثة بعضها ببعض بعد سنوات من فصلها من قبل الجماعات المسلحة التي تراجعت نحو عمق الريف الإدلبي نحو سراقب شرقا وريف إدلب الجنوبي. حققت مجموعات مسلحة تتبع للجيش الحر وجبهة النصرة تقدما محدودا في مواجهة جيش خالد بن الوليد المبايع لداعش شمال غرب درعا. عملية عسكرية جديدة تدخل فيها الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع لجيش خالد في تل الجموع، ترجم للتنسيق مع الجيش الحر قبل أسابيع لمهاجمة داعش. تقرير محمد الخضر. الله أكبر. معركة الفاتحين جولة جديدة لمسلحي أحرار حوران ولواء الحق وجيش الثورة وأحرار الشام وغيرهم للقضاء على جيش خالد بن الوليد المبايع لداعش في حوض اليرموك. تدخل إسرائيلي مباشر عبر قصف مواقع داعش في تل الجموع، قصف يترجم تنسيقا لقياديين في الجيش الحر مع ضباط إسرائيليين في كانون الأول الماضي. هتجيب هذا اللي خدوه داعش طبعا بمساعدة من إسرائيل، مرة حسب توجيهات غرفة موك اللي بتمدهم بالمعلومات وبتعطيهم كل الأجندات اللي لازم يشتغلوا عليها، مرة إسرائيل بتساعد داعش ومرة بتساعد الجيش الحر، بس المهم ما يقتربوا من حدود فلسطين المحتلة. تراقب دمشق اشتعال جبهة حوض اليرموك ولا سيما مع بروز التدخل الإسرائيلي، تدخل يلي غارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع داعش في بلدة سحم الجولان في تشرين الأول الماضي. يرتب الجيش السوري أوراقه على كامل الجغرافيا مع أولويات تفرضها ميادين القتال إضافة إلى التنسيق مع الحلفاء. في أولويات حاليا تعرف، الحمد لله خلصنا من دير الزور وتحررت دير الزور وحاليا ريف حلب بالإضافة لريف إدلب، وقريبا إن شاء الله سيتم تحرير إدلب من براثن الإرهاب بالكامل، وأكيد بالدرجة راح تكون في دور، لكن هي ما حدا فيه بيعرف، هي خطط وعمليات الجيش العربي السوري البطل. لا تتجاوز مساحة سيطرة جيش خالد بن الوليد 250 كيلومترا مربعا في حوض اليرموك، لكنها مساحة بالغة الأهمية لقربها من الجولان المحتل والأردن، مساحات لم ينجح الجيش الحر وجبهة النصرة بالتقدم فيها رغم الدعم الإسرائيلي والأردني. القضاء على داعش في ريف درعا الغربية يتجاوز إمكانيات المجموعات المسلحة في المنطقة الجنوبية كما تدل وقائع الميدان. ترتبط المهمة بوصول الجيش السوري إلى تلك الجغرافيا وفق خطط وأولويات تتركز حاليا على الغوطة الشرقية وإدلب. محمد الخضر، دمشق، الميادين. ناقش أعضاء مجلس الأمن مسألة التخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا. مندوبو فرنسا وبريطانيا وهولندا أكدوا رفض أي آلية تقترحها روسيا لا تشابه آلية التحقيق المشتركة، فيما هجم مندوب روسيا المجموعة الغربية لتوجيه الاتهامات جزافا بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
لا ينبغي أن يبقى مرتكبو الهجمات الكيميائية في سوريا من دون محاسبة. يجب تحديد الفاعلين ومعاقبتهم. فرنسا بادرت وقادت إطلاق مبادرة الشراكة الدولية ضد الحصانة من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبل أسابيع. لقد حظيت المبادرة بدعم هائل من عدة دول. هذه المبادرة ليست لخدمة غايات سياسية ولا تمثل ناديا من أعضاء حصريين، إنها شراكة عالمية تهدف إلى ملاحقة كل من يرتكب هذه الجرائم، وهي مفتوحة لأي دولة ترغب في الانضمام. قتل مستوطن لدى تعرضه لعملية طعن عند مدخل مستوطنة أرييل قرب سلفيت شمال الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت تعزيزات عسكرية في محيط منطقة العملية بحثا عن منفذها الذي تمكن من الفرار، واقتحمت قرية برقين قرب جنين، فيما هاجم مستوطنون المركبات الفلسطينية بالحجارة على طريق إتسهار جنوب نابلس. وحول هذا الموضوع انضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر، ضعنا في أجواء هذه الاقتحامات التي نفذتها قوات الاحتلال في برقين، وأيضا الإجراءات التي اتخذتها بحثا عن منفذ العملية. في الحقيقة واضح بأن مخابرات إسرائيل تعاني من الفشل يوم بعد يوم، حتى مرتين في اليوم يتم اقتحام مناطق في جنين ونابلس من أجل إلغاء القبض أو اغتيال المتهم بتنفيذ عملية سرقة المطارد الفلسطيني أحمد جرار. على كل حال من الأحوال الآن ونحن نتحدث، قوات الاحتلال تقوم بعملية اقتحام لوادي برقين وذلك للتفتيش على المطارد الفلسطيني الذي تحول إلى بطل. يتزامن ذلك مع العملية عملية أرييل، وهي مستوطنة أشبه بسكنة، تحاول إسرائيل قدر الإمكان تحويلها إلى مدينة سياسية فيها جامعة. عملية الطعن التي نفذت كانت مفاجئة، أيضا تضاف إلى عوامل التصعيد. الإسرائيليون شغلوا بكل أخبارهم الحين في هذا الخبر، حين يموت يهودي يشل الإعلام وفقط يتحدث عن هذا الموضوع، لكن حين يقتل عربي أو يسقط شهداء كثر حتى أنه خبر فرعي وصغير في الصفحات الداخلية وبدون أي تحقيق. الأوضاع صعبة متدهورة في الضفة الغربية وسط تعنت إسرائيلي وتشدد، لا سيما بعد إعلان تثبيت مستوطنة حفاد جلعاد شمال الضفة الغربية وزيادة الاقتحامات، زيادة عدد الجنود، كل هذا يؤدي إلى مزيد من التصادم. القوى الوطنية والإسلامية دعت لاعتبار يومي الثلاثاء والجمعة أيام اشتباك مع الاحتلال من ناحية مسيرات السلمية ومن ناحية رفض وعد ترامب ومواصلة الانتفاضة والمقاومة الشعبية. ناصر، يبدو أنه عملية الفرار، فرار أحمد جرار، آلمت الإسرائيليين أكثر مما يعني آلمتهم عملية الطعن التي حصلت. تباهي إسرائيل بوجود جهاز إنذار مبكر لديها، مخابراتها، قوة وصولها إلى موقع الحدث خلال دقائق إذا ليس خلال ثواني. الهروب أو الانسحاب من مكان تنفيذ العملية شبه مستحيل من الناحية العملية، شبه مستحيل. دوائر الأمن الإسرائيلي وإغلاق المدن يؤدي عادة إما إلى اغتيال المنفذ أو إلى اعتقاله. هناك تجارب سابقة، عملية نشأت ملحم قبل عامين في تل أبيب التي روعت إسرائيل أسبوعين، لم تعش تل أبيب إلا على أعصابها. كذلك قناص الخليل، هذه مرة أخرى منفذ عملية سرة أو المطارد من جنين أحمد جرار. هذا يكرر تجربة أخرى بأن الأمن الإسرائيلي يعتمد كل الاعتماد على عدم وجود أي فدائي طليق مسلح، وإنما إما اغتياله أو الاشتباك معه فورا. وجود طليق يشل الأمن الإسرائيلي ويروع المستوطنات، وهذا ينعكس على الطرقات حتى حركة الطيران. إسرائيل تستخدم طائرات دون طيار في مراقبة الكرة. طيب ناصر، ردود الفعل الفلسطينية داخل جنين كيف بدت؟ جنين معتادة على رد الغارات من الأعداء بالمقاومة الشعبية وما طالت أيديهم. جنين نموذج للمقاومة
المسلح والمقاومة الشعبية والمقاومة السياسية. جنين تعرف تماما، سواء من طريق حيفا التي اقتحمها المستعربون وحتى التحامها مع منطقة نابلس، هي معتادة على ذلك. أحمد، أريد أن أقول لك بأن إسرائيل تستخدم بكثرة كوماندوز المستعربين لأنها تعرف أن دخولها بقوات لن يواجه إلا بالتصدي وانكشاف قواتها، لذلك تلجأ إلى استخدام المستعربين سيارات بلوحات عربية ويلبسون الكوفية الفلسطينية على أمل أن يتمكنوا من مباغتة الفدائيين الفلسطينيين. آخر محاولة للمستعربين كانت إصابة 2 منهم جراح خطيرة ورصاص في الرئة. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين، كنت معنا من بيت لحم، شكرا لك. وصل وفد إعلامي عربي في أول زيارة له لفلسطين المحتلة تلبية لدعوة من الخارجية الإسرائيلية وفق ما نشرته الوزارة على موقعها على فيسبوك. الوفد يضم 9 أعضاء منهم 5 مغاربة ولبناني وكردي ويمني وسوري، وسيزور الوفد الأماكن المقدسة للديانات 3 في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، كما سيزور مدن الناصرة وحيفا وعكا. نظمت النقابات الصحية في غزة وقفة احتجاجية على استمرار قطع رواتبهم من قبل الحكومة، فيما خرج سكان القطاع لتأكيد أهمية دعم القضايا الوطنية وعلى رأسها القدس والأسرى والأونروا. أحمد شلدان. هي أزمات متتالية يعيشها القطاع الصحي في غزة دفعت العاملين فيه إلى إعلاء الصوت للمطالبة بصرف رواتبهم وتوفير متطلبات الاستمرار في عملهم. وزارة الصحة في غزة تنهار، أن الموظفين في قطاع غزة لا يستطيعون أن يصلوا إلى أماكن عملهم. نريد وقفة جادة، وقفة جدية من الدكتور جواد عواد وزير الصحة كي يقوم بدوره كوزير للصحة. الأزمات لم تقف عند الشؤون الحياتية لأهالي قطاع غزة، فحتى القضايا الوطنية باتت في خطر، كما يقول المشاركون في وقفة احتجاجية دعت إليها وزارة التربية والتعليم رفضا لتقليص الدعم الأمريكي المقدم إلى الوكالة الدولية لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. الولايات المتحدة بهذا القرار تحاول تغيير هدف وسياسة وعمل وكالة الغوث بما يتساوق مع الموقف الإسرائيلي، وخاصة عندما نتحدث في هذه الأيام عن صفقة القرن. الهموم المعيشية لم تشغل الغزاويين عن دعم أسراهم، فأمام مقر الصليب الأحمر تجمع العشرات في الاعتصام الأسبوعي التضامني مع الأسرى مطالبين بتوفير العلاج للأسيرة إسرائيل جعبيس. معركة الأسرى داخل السجون الصهيونية في وجه السجان الصهيوني هي معركتنا جميعا، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال أو يقر لنا قرار طالما أن هناك أسيرا أو أسيرة داخل السجون. ورغم الأوضاع الحياتية الصعبة في غزة، إلا أن سكان القطاع لا يألون جهدا في المشاركة بكافة التحركات الداعمة لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وما بين القضايا الوطنية الملحة والاستحقاقات الداخلية، يرى الغزاويون أن الظروف التي تمر بها قضيتهم تستدعي منهم الوقوف صفا واحدا من خلال تحقيق الوحدة وتلبية الاحتياجات الحياتية بما يضمن إفشال المخططات التصفوية. أحمد شلدان، غزة، الميادين. فصل قصير ونتابع بعده النشرة. مجددا أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي بدء سحب القوات الأمريكية من العراق. المتحدث باسم الحكومة العراقية أشار إلى أن سحب القوات الأمريكية من العراق بدأ بعد الانتصار على تنظيم داعش، مشيرا إلى بقاء عدد من المدربين، فيما أكد مراسل الميادين مغادرة عدد من المدربين والمستشارين في التحالف الدولي العراق. وكان سفير الولايات المتحدة في بغداد أكد خفض واشنطن تدريجيا أعداد القوات الأمريكية في العراق منذ كانون الثاني يناير الماضي. نشر موقع إيلاف السعودي مقالا يتحدث عن توجه رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري نحو توثيق العلاقة مع تركيا والابتعاد عن السعودية.
الموقع نقل عمن وصفهم بالمطلعين على الشأن اللبناني بأن زيارة الحريري الأخيرة إلى تركيا لم تكن فقط لمساندة لبنان، بل في إطار التموضع اللبناني السني في حضن تركيا الإخوانية، وفق المقال الذي استند إلى مصادر قالت إن الحريري يسعى لإدخال ثقل مضاد لإيران وهو تركيا نتيجة قناعته بأن السعودية لم تعد تدعمه من دون حساب أو ثمن. وينضم إلينا من طرابلس شمال لبنان رئيس هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل المحامي محمد مراد. سيد مراد أهلا بك، ما صحت ودقة يعني هذه الأخبار التي نقلها موقع إلاف نقلا عن مصادر سعودية بأن الرئيس سعد الحريري بدأ يتجه نحو تركيا كبديل عن السعودية في لبنان؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. بلا شك يعني هذا الموقع قرأناه كما قرأه العديد. حقيقة الأمر أولا استند في هذا فيما ورد هو عبارة عن تحليل وبناء لمصدر معلومات. أول شيء في الشكل لابد أن نؤكد على ثوابت علاقة لبنان والرئيس سعد الحريري من خلال موقعه كرئيس حكومي ومن خلال موقعه الشخصي، فهو فعلاقة الرئيس بتركيا ليست علاقة جديدة أو مستجدة، لا بل هي علاقة مستمدة من علاقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتعززت هذه العلاقة منذ العام 2005 حتى يومنا هذا. والاستيراد الذي بنيت عليه هذه الاستنتاجات تدحضها عدة يعني هو ليس تحليل، هو نقل عن مصادر سعودية، وموقع إلاف هو موقع سعودي وعادة يتناول كل الأخبار التي تتطابق مع السياسة الخارجية السعودية بدءا من العلاقة مع إسرائيل إلى كل يعني ما تمر به المنطقة من أزمات. لماذا برأيك هذا الموقع السعودي بيعني أهميته بين مزدوجين يتناول هكذا خبر نقلا عن مصادر سعودية؟ هذا الموقع يتناول أكثر من موضوع في كذا، ليس بالضرورة ما ينشر عليه أو بواسطته ينسب إلى مصدر، ولكن مدى دقة هذا الكلام. ولكن أنا أقول بالواقع هذه العلاقة التاريخية المبنية على الثقة المتبادلة، مبنية على الاحترام بين الدولة التركية وبين لبنان وأيضا مع الرئيس الحريري شخصيا وبررت هذه الأسباب. ومن جهة ثانية أيضا الرئيس الحريري أكد غير مرة بأن العلاقة أفضل من ممتازة مع المملكة العربية السعودية لعدة معطيات ولعدة أسباب. فهناك من يعتبر أو يرغب بين هلالين أو بين الزوجين أن لا تكون العلاقة جيدة أو ممتازة مع المملكة، ولكن نحن نؤكد أين في السعودية أم في لبنان هناك من يرغب بأن لا تكون العلاقة جيدة؟ يعني فينا نقول يعني نستطيع القول من الداخل والخارج، لكن المهم في الأساس ومن أجل إحداث مقاربة منطقية وواقعية ما ورد على الموقع. طبعا نجل كل المواقع الإعلامية والإعلام على وجه العموم، لكن هناك بعض الأحيان تحصل نوع من الاجتهادات ونوع من التحليلات ونوع من الاستنتاجات، وأن يبنى هذا كله على مصادر من هنا ومصادر من هناك. علاقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري كانت متشعبة ومتداخلة وكانت متكاملة على مستوى العالم العربي والإقليمي وأيضا على المستوى العالمي. فالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات من هذا النوع هي هذا ما سيحاول الرئيس سعد الحريري أيضا إنجازه في المرحلة المقبلة، يعني علاقات متشعبة وعدم حصر العلاقة ربما بجهة محددة خارجية، توسيع وتشعب هذه العلاقات على مستوى العالم العربي والإقليم. هو كذلك، وأنا أقول أن علاقته والدليل على ذلك ما ذكرته بالنسبة علاقته مع المملكة ومع دول الخليج، وفي الوقت نفسه علاقته مع مصر، وفي علاقته أيضا
مع تركيا، ايضا مع الاوروبيين ومع الامريكان ومع الروس. فهذه ليس علاقة مستجدة أو تحول في العلاقة، ولكن هناك نوع من التكامل والاستمرارية والدليل الداخلي أيضا بالداخل، التسوية التي قادها الرئيس الحريري على مستوى لبنان منذ الفراغ. سيد مراد طبعا المصدر كما يقول الموقع قال بأنه الثمن سيكون غاليا، وأشار بشكل واضح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة. الانتخابات برأيك هل ستكون ساحة لتصفية الحسابات بين المملكة السعودية وبين الرئيس سعد الحريري؟ أعتقد أن ذلك غير وارد، ليس هناك من تصفية حسابات، بالعكس نحن نعتقد أن العلاقة بين لبنان وبين المملكة وبين دول الخليج هي علاقة مستدامة، ومع الرئيس الحريري أيضا وعلاقة قوية ومتينة. العلاقة العائلية بعض الأحيان تشوبها بعض الشوائب، ولكن هذا لا يؤثر على أساس وجوهر هذه العلاقة، لأنه نحن نؤمن أن المملكة بتعاطيها مع لبنان، مع الدولة اللبنانية، مع الشعب اللبناني، تتعاطى من دولة إلى دولة. شكرا جزيلا لك المحامي محمد مراد، رئيس هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل، كنت معنا من طرابلس، شكرا جزيلا. أفاد بيان لحزب الله بمناسبة الذكرى 12 لتفاهم بين الرئيس اللبناني ميشيل عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن التفاهم أثبت نجاعته خلال المراحل التي مر فيها لبنان من عدوان تموز وصولا إلى الحرب على الإرهاب أخيرا. ولفت البيان إلى أن مفاعيل التفاهم كانت حاسمة في تحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار السياسي، وأضاف أنه يعد نموذجا يحتذى في بناء العلاقات بين القوى السياسية في لبنان، وبرهن أنه جسر تعارف وثقة بين قاعدتي الحزب حزب الله والتيار الوطني الحر. البيان شدد على صون هذا التفاهم في مواجهة القوى الخارجية التي عملت على استهدافه وضربه. أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية بدءا من اليوم حتى 6 من شهر آذار مارس المقبل. يأتي ذلك بعدما استكملت الوزارة استعداداتها اللوجستية وباتت مستعدة لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات للمرة الأولى منذ عام 2009، وذلك للانتخابات المقرر إجراؤها في 6 من أيار مايو المقبل، وستجرى الانتخابات وفق النظام النسبي للمرة الأولى في لبنان. خرج آلاف اليمنيين في مسيرة حاشدة إحياء لذكرى الشهيد وسط مدينة صعدة شمال البلاد. المتظاهرون رفعوا أعلام اليمن ولافتات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، وأكدوا الصمود أمام حرب التحالف السعودي وحصاره، وشددوا على ضرورة استمرار مقاطعة البضائع الأمريكية والشركات المتعاملة معها. عاصفات الموت وخل النصر في بيروت من صنعاء، وخل النصر من صنعاء في بيروت، هنا انتشق الدم اليمني. يجب أن يصفر منه الناس وأن يوبخه الناس وأن يجف الناس في وجهه. الموت الزعيم، الموت العاملون في القطاع الصحي في اليمن يتعرضون للاستهداف المباشر من قبل قوات هادي والتحالف السعودي منذ بداية الحرب، الحصيلة مئات الشهداء والجرحى من أفراد الطواقم الطبية أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني. أحمد زبيبة. اضطر فادي إلى إيقاف دراسته بعد استشهاد والده الذي كان يعمل مسعفا لدى وزارة الصحة اليمنية. والده استشهد في كمين لقوات هادي والتحالف السعودي أثناء تأديته عمله كمسعف للجرحى ومنقذ لهم في مكيراس بالبيضاء وسط اليمن. قضى الوالد وتجرع أطفاله مع صغرهم مرارة فقدان معيلهم الوحيد. استشهاد الوالد من قبل قوات هادي والتحالف، حيث أن الوالد كان عمله إنساني بإنقاذ نفس وإسعاف المصابين والجرحى، ثم ذهب ليقوم بعمله الإنساني وهو لا يحمل سلاح ولا يحمل شيء في يده، حيث أني من ناحية نفسي خصوصا اضطريت أني أوقف دراستي من أجل أعيل أسرتي، ولله الحمد هذا الذي كتب لنا الله.
وزارة الصحة اليمنية حملت قوات هادي ودول التحالف السعودي مسؤولية الانتهاك المتواصل للمواثيق الدولية التي تعطي الكوادر الطبية حق الحصانة لممارسة عملهم الإنساني من دون استهداف، حصانة انتهكها هذا التحالف حيث استشهد 81 شخصا وجرح ما يزيد عن 220 آخرين من المسعفين والأطباء وغيرهم من الكوادر الصحية. الحقيقة أن الشهيد هو أعظم إنسان لأنه يضحي بروحه، فما بالك عندما يكون ضحى بنفسه وهو يسعف الآخرين. فقدت وزارة الصحة، أو بالأصح تعتز وتفتخر وزارة الصحة أن معها 301 شهيد وجريح، نطالب بالتعويضات ونحتفظ بحقهم في الحصول على التعويضات من تحالف العدوان. استهدف التحالف السعودي وفق تقارير أخيرة أكثر من 50 سيارة إسعاف، ناهيك عن استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل مباشر، ما أدى إلى توقف العديد منها. استهداف دائم ومتواصل لقوات هادي والتحالف السعودي للكوادر الطبية، إما في مقار عملهم أو أثناء إنقاذهم ضحايا الحرب، في تحدي فاضح وواضح للقوانين الدولية والإنسانية. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. اختتمت في أربيل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان سينما ضد الإرهاب الذي يقام سنويا في المدينة، ويهدف إلى محاربة الإرهاب من خلال تسليط الضوء على الممارسات التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية والجرائم التي ترتكبها بحق الإنسانية. شهادات تقديرية وزعت على مخرجي 46 فيلما تعالج موضوعات مرتبطة بالإرهاب وضحاياه. ناشدت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل أصحاب الضمائر الحية في فلسطين المحتلة والعالم العربي مقاطعة فيلم التقارير حول سارة وسليم للمخرج الفلسطيني مؤيد عليان، والدعوة إلى منع عرضه بسبب إشراك ممثلين إسرائيليين إلى جانب آخرين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الميادين ترصد القصف التركي لمدينة راجو بعفرين ومقتل جندي تركي في المعارك المستمرة مع وحدات حماية الشعب. طفل يختزل مآسي الهجمات التركية، نزح جريحا من قريته واستهدف مجددا في راجو حيث لقي حتفه. مقتل مستوطن في عملية طعن شمال الضفة الغربية، وقوات الاحتلال تقتحم قرية برقين وتنفذ حملة مداهمات بحثا عن المنفذ. الحكومة العراقية تؤكد بدء سحب القوات الأمريكية من البلاد بعد الانتصار على داعش مع بقاء عدد من المدربين. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. دمتم بخير.